مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد، سعيد بخدمتكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم للحديث عن حصاد السنة الرقمي والمعلوماتي، ونتحدث كذلك عن الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر في السنة المقبلة في هذا المجال المتسارع والمتسارع جدا، والذي يعرف تحولات كبيرة، والذي يعرف كذلك تكنولوجيا في هذا المجال يعني متقادمة. تكنولوجيا هذه السنة تصبح سنة المقبلة منتهية الصلاحية، ولذلك على الجزائر أن تسارع الخطى للحاق بركب الرقمنة في الجزائر. إذن لمناقشة هذا الموضوع سعد باستضافة الأستاذ يزيد أقدال، خبير في التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وعضو الجمعية الوطنية الناشطة في هذا المجال. أستاذ يزيد مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مساء النور أستاذ محمد، مرحبا. الله يسلمك. إذن يزيد دعنا نبدأ، مدام نحن على أعتاب سنة جديدة وسنة 2021 منقضية بعد أيام قليلة، ندير قراءة تقييم لما تحقق في الجزائر خلال هذه السنة، ثم نذهب بعد ذلك إلى الرهانات والتحديات التي تنتظرنا. أكيد لما نعمل تقييم لما حقق السنة الماضية في مجال الرقمنة، أظن أنه هناك العديد من الخطوات التي نستطيع تقييمها بالإيجابية، ونقول أن هناك تقدم في العديد من المجالات، ولكن بالمقابل أيضا هناك نستطيع أن نقول ورشات كانت الأصل أنها تطلق وأنها تتقدم إلى الأمام، ولكنها لا زالت تراوح مكانها. طيب خلينا نتكلم عن الإيجابيات يزيد، إذا كنت تكرمت نبدأ أولا بالإيجابيات، ما هي المجالات الإيجابية؟ إذا تكلمنا عن الإيجابيات هناك عدة مجالات، نتكلم مثلا عن الدفع الإلكتروني، نجد أنه أرقام الدفع الإلكتروني بالنظر إلى السنوات الماضية تضاعفت، هناك إقبال أكبر على الدفع الإلكتروني. هناك أيضا خطوات تمت في الميدان مثل الاتفاق الأخير الذي تم بين بريد الجزائر وتجمع النقد الجزائري جيومونيتيك، الذي يسمح لإما أصحاب البطاقة الذهبية أو أصحاب البطاقة البنكية بالدفع عن بعد مهما كانت المنصة التي يستعملها، إما منصة بريد الجزائر أو منصة ساتين. يعني بهذا يرتفع عدد أصحاب البطاقات الذين نستطيع استهدافهم عبر الدفع الإلكتروني إلى حوالي 10 ملايين مواطن جزائري، أي هناك حوالي 10 ملايين مواطن يستطيع الدفع عن بعد، وهذه فرصة كبيرة للتجار ولأصحاب الخدمات للمؤسسات لاستهداف هؤلاء عبر منصة للدفع الإلكتروني، إما منصة تابعة لبنك الجزائر لأصحاب الحسابات لدى بريد الجزائر، أو في منصة ساتيم للمؤسسات أو التجار الذين يملكون حسابات بنكية. إذن هذا من ناحية الدفع الإلكتروني هناك تقدم في هذا المجال. هناك أيضا تجمع النقد الجزائري قام بإطلاق منصة لأصحاب المنصات الإلكترونية أو مطوري الدفع الإلكتروني، نعم، لتطوير منصات الدفع مباشرة وعن بعد بدون التنقل والإجراءات البيروقراطية الكلاسيكية، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك خطوات إيجابية، ولكن كما قلت هذا المجال يجب أن يحظى بعناية أكبر ومرافقة أكبر من السلطات وكل القطاعات المعنية به للدفع به، لأنه منافعه أكبر بكثير من الوضع الحالي، يعني سواء من ناحية يعني نقص استعمال السيولة أو من ناحية تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارة الإلكترونية بصفة عامة. طيب في ميدان التجارة الإلكترونية، لا أدري إن كنت بقيت المجالات نتركها لبقية الحوار. طيب أستاذ يزيد، الآن ألا ترى أنه ربما إذا كانت يعني الجهات الرسمية تتحمل جزء من المسؤولية، فإن المواطن نفسه يتحمل جزء آخر من المسؤولية، بحكم هناك إحجام وتردد من قبل المواطن في استعمال التكنولوجيات الحديثة لأسباب كثيرة، أنا أود لو أنك تسلط الضوء على هذه الأسباب.
الحقيقة إحجام المواطن له أسبابه. هناك هذا النوع من الدفع له عامل مهم جدا، وهو عامل الثقة، أي أن على السلطات والقطاعات المعنية أن تكسب المواطن وتكسب ثقته في هذا النوع من الدفع. أولا نستطيع كسب الثقة عبر التحسيس، عبر تبيين الجوانب الإيجابية وما هي التسهيلات التي يوفرها هذا النوع من الدفع في الحياة اليومية للمواطنين، من ناحية دفع الفاتورات أو دفع المشتريات، والتأكيد وتحسيس المواطن أن هذا الدفع آمن ولا يشكل أي خطر على حساب وأموال المواطن. كل هذا العمل هو عمل تحسيسي يجب استغلال وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما يمكن أن يوصل المعلومة الصحيحة والتسهيلات والجانب الإيجابي لهذا النوع من الدفع للمواطنين. وبالتالي أنا شخصيا أقيم أن هناك نقص كبير في هذا المجال. يعني نطرح سؤال: كم من ومضة إشهارية أو حملة تحسيسية نراها على وسائل الإعلام الثقيلة أو وسائل التواصل الاجتماعي لتبيين هذه الجوانب الإيجابية؟ لا يكفي أن نضع منصات وأن نوقع اتفاقيات، يجب العمل على كسب ثقة المواطن ووضع أهداف يعني بأرقام واضحة لنبلغها مثلا في نهاية السنة، وبالتالي نستطيع تحميل المسؤولية للمسؤولين عن هذا القطاع. دون ذلك أنا أظن أنه الوضع الحالي لا يجب أن يستمر بالوتيرة الحالية، ويجب تسريع الأمور وبذل جهد أكبر، والأمر متاح لو توفرت الإرادة الحقيقية في ذلك. طيب أستاذ يزيد، الآن تكلمت على قضية الثقة وتكلمت على قضية التحسيس، دعني يعني أطرح عليك خيار آخر، وهو قضية الفرض الناعم، يعني أن نفرض هذه الآليات بطريقة ناعمة. ونعطيك مثال نتساءله هل يمكن القياس عليه. خذ مثلا تسجيلات الطلبة والرسوم التي يدفعها التلاميذ في تلاميذ البكالوريا، يعني لا تطرح مسألة الثقة وفرضت عليهم، وما كاش طالب جوز البكالوريا دون أن يدفع عن طريق الدفع إلكتروني أو حتى التسجيلات وغيرها. فالفرض الناعم هذا لما نفرضه بطريقة ناعمة هل ممكن أن يؤتي ثماره دون نسيان طبعا المسائل التحسيسية؟ يعني أنا موافق تماما على هذا الطرح. أنا أظن أنه نفس الشيء بالنسبة للتسجيلات الجامعية. العام حوالي أكثر من 100,000 طالب قام بدفع حقوق التسجيل الجامعي عن طريق البطاقة الذهبية. غدا لو نقول مثلا أنه الدفع سيتم حصريا عبر الإنترنت، عبر المنصات، أكيد أنه راح نلحق الأهداف المرجوة ونستطيع تعميم هذا على أمور أخرى. أكيد أنه الفرض الناعم مع التحسيس مع حتى التحفيز، يعني ممكن نعمل تخفيضات أو ننقص من الرسوم أو نجد أنواع من التحفيزات المالية لكل من يدفع، يعني إما للمواطن أو حتى للتجار أو أصحاب الخدمات. الفرض الناعم من الوسائل التي تسرع تبني خيارات تقنية، خصوصا لما نستهدف فئات ممكنة تكنولوجيا، لأن هذه الفئات أصلا لديها الاستعداد لاستعمال التكنولوجيا. هناك فئات متفقين أنها بعيدة، يعني فوق 40 أو حتى فوق 50، ولكن كل من هو تحت 40 الأصل أنه متصالح مع التكنولوجيا، بالعكس بل يحبذ استعمال التكنولوجيا. يعني يزيد إذا كان فوق 50، يعني أنا معفي من المسألة هذه. لا يعني. لا أظن أنه يعني أقل من 50، أنه يعني الفئة المستهدفة كبيرة جدا ومهيئة. فوق 50 ممكن يجب عمل تحسيس أكثر وجهد أكبر، أي أن إذا قلنا مثلا عندنا 10 ملايين صاحب بطاقة، يعني على الأقل نقدر نقول أن هناك 4 إلى 5 ملايين هؤلاء الأصل أنهم مستعملين، يعني برضفوا، يعني الأصل أنهم من مستعملي وطالبي الدفع الإلكتروني، يعني لا يجب بذل جهد كبير معهم. البقية هناك جهد تحسيسي، جهد تحفيزي. يعني الآن الشباب مثلا، كل الشباب خصوصا مثلا الجامعيين أو المتخرجين حديثا، كل هؤلاء الأصل أنه الدفع الإلكتروني أمر سهل ويحبذون الاتجاه نحو هذا. ونستطيع أن نعطي مثال: تطبيق بريدي موب لبريد الجزائر هو تطبيق مستعمل بكثرة وبشدة لجميع من يمكن استعمال الهاتف الذكي. يعني هذا مثال حي أنه لما يكون تطبيق
يعني جيد ويتيح خدمات عديدة، يكون التلقي والاستعمال كبير يعني بين المستعملين. طيب أستاذ يزيد، هناك جانب آخر في قضية التكنولوجيات الحديثة، وهو يعني يدفع إلى التردد، ليس جهلا بل في بعض الأحيان خوفا وحياء ربما حرجا. نعطي مثال آخر باش تقدر تفهمني مليح يا أستاذ يزيد. لما نروح نشريو تذكرة المترو مثلا، تجد يعني كثير من الناس يروح يدفع نقدا ويتحرج من ذهاب إلى الآلة هذيك اللي بطريقة تكنولوجية تعطيك التذكرة. ألا ترى أنه قضية يعني التبسيط في الإعلانات وفي الحملات التحسيسية، التبسيط المبسط يعني لا فولغاريزاسيون بطريقة مبسطة جدا، قد تساعد وتشجع الناس هذول كما قلت فوق الخمسين ربما يترددون في استعمال التكنولوجيا؟ موافق تماما. يعني الأصل أنه التبسيط أو التحسيس أو التحفيز يتم عبر حملات وعبر خطة واضحة. يعني مثلا لما ذكرت مثال المترو، ممكن أنه في عوض أن نترك الجهاز لوحده وننتظر المواطن هو اللي يتجه ليه، نستطيع وضع عون الذي يدعو المواطنين لاستعماله ويبسط لهم العملية في عين مكان. نستطيع وضع ومضات إشارية عبر وسائل الإعلام. يعني هناك الإنسان عدو ما يجهله. يعني الإنسان لما يكون الأمر ما هو شايف ما استعملوش ويجهل طريقة الاستعمال وحتى الجانب الإيجابي، الأصل أنه الإنسان يمشي على الشيء الذي تعود عليه. يعني الأمر منطقي ومفهوم. لذا قلت أنه الأمر في خصوصا في البدايات حتى الناس تتعود، لأنه الإنسان لما يتعود خلاص راح يكون أمر بالسجية ويمشي مع الإنسان. لذا قلت أنه التحسيس والتحفيز والمرافقة أمر مهم لمدة سنة سنتين ثلاثة حتى الناس تعود على هذا النوع، لأنه في الأخير يبقى أنه نوع جديد ولا أقتصر على الدفع على الإنترنت. هناك حتى الدفع المشتريات في المحلات الكبرى والمحلات العادية عبر أجهزة تي بي يو نفس الشيء. إذا كنا حفزنا التجار والناس شافت باللي الأجهزة تشتغل ودائما يستطيع تسديد المشتريات عبر البطاقة، راح يأخذ الثقة وراح يتعود، وبالتالي حتى الحاجة إلى الكاستمرز. طيب أستاذ يزيد، احنا تكلمنا كثيرا على قضية الدفع، ما الدفع يعني ركزنا على الدفع، ولكن ربما هناك جانب آخر وهو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية. إداريا اليوم هناك خطوات حققت، هناك قضية المنصات الوزارية، كاين التصديق الإلكتروني اليوم، هناك يعني وزارة للرقمنة، هناك الصفقات العمومية اللي اليوم أصبحت مرقمنة. يعني كيف تقيم هذه الخطوات؟ هل كافية أم غير كافية؟ يعني أولا يجب أن نعلم أننا في هذا المجال متأخرين. يعني هذا مبدئيا. يعني الأصل أن الأمور تأخذ ريتم أكبر. أكيد أن كل المنصات التي أطلقت هي إنجازات تثمن ويجب تشجيعها، ابتداء بمنصة وزارة الداخلية التي تسمح باستخراج وثائق الحالة المدنية، منصة وزارة العدل التي تسمح بالحصول على شهادة السواق العادية وشهادة الجنسية، المنصات التي أطلقت أخيرا للصفقات العمومية أو وزارة التجارة لإنشاء الشركات عن بعد. كل هذه المنصات أكيد أنها منصات تشجع وأمر إيجابي، ولكن وجب أمر آخر هو التقييم. يعني هل السلطات تقيم استعمال مدى استعمال هذه المنصات من قبل المواطنين؟ هل هناك أرقام تقول لنا مثلا كيف يتم التقييم؟ يعني كيف يتم التقييم؟ التقييم مثلا منصة وزارة الداخلية يجب أن يكون هناك تقييم لاستعمال منصة، كم من مواطن دخل للمنصة، كم من مواطن استخرج شهادة الميلاد مثلا، كم من مواطن دخل ولم يستطع استخراج مثلا لصعوبة المنصة، ما هي الجهود التي بذلت لتوسيع الفئة التي تستعمل المنصة. لأنه لا يكفي أن نطلق منصة ونتركها للمواطنين، من استعملها استعملها ومن يستعملها يتجه إلى مقر البلدية، لأنه بهذا الأمر وكأننا تركنا الأمر الاختيار. الأصل أنه ندفع المواطنين رويدا رويدا للاتجاه تدريجيا نحو هذه المنصات،
ان نقوم بتخفيف الضغط، ومع الوقت اصلا ممكن اصلا عدد المكاتب التي يتجه الى المواطن ينقص، وبالتالي لا يكفي اطلاق المنصات، يجب تقييمها وتحسينها. ومثلا اذا وجدنا ان المواطن يجد صعوبه في استخدام منصه، يجب تسهيلها، ممكن يجب عمل تحسيسي للاعلان وكيفيه استعمال المنصه. يعني لا يكفي اطلاق المنصات، هذا اولا. ثانيا، لا معنى ان نطلق منصات وتبقى الادارات تطلب مثلا شهاده الميلاد وشهاده الجنسيه. الاولى انه الادارات تكون مترابطه فيما بينها، بحيث اذا انا مثلا مواطن جزائري، هنا ادارات تطلب شهاده الجنسيه او شهاده الميلاد، الاصل انه هذه الاداره عندها اتصال بقاعده بيانات وزاره الداخليه او وزاره العدل، وتحصل اليا على وتستطيع التاكد من المعلومات التي تريدها عن المواطن بدون ان تجبر المواطن انه يدخل المنصه يطبع الوثيقه وياتي بها الى الاداره. نعم. لانه في الاخير البيروقراطيه ما زالها الاصل، انه خصوصا مع التصديق الالكتروني الذي يعطي المصداقيه لاي وثيقه الكترونيه تصدر عن المنصات الالكترونيه، الاصل انه تكون كل الادارات الجزائريه مترابطه فيما بينها. نعم. والمواطن عنده الرقم التعريفي الموجود عبر البطاقه البيومتريه، يكون هو الهويه الرقميه للمواطن الجزائري، يجب الوصول الى مفهوم الهويه الرقميه. نعم. الذي نسميه ليدونتيتي نيميريك، التي تعتبر مفتاح المواطن للولوج الى كل الخدمات الالكترونيه الحكوميه. نعم نعم أستاذ يزيد، إذا كنت كرمت نديروا فاصل قصير ثم نعود للحديث حول تحديات السنة المقبلة، يعني ما نقولش تحديات المستقبلية ولكن تحديات السنة المقبلة، لأنه عالم الرقمنة هذا خطوة خطوة، قلت هي تكنولوجيا متقدمة، ما هو اليوم تكنولوجي قد يصبح بعد شهر أو شهر أو شهرين ثلاث ربما سنة أو أقل تكنولوجيا متقدمة. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش، فابقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد. اليوم نحن نتحدث عن موضوع غاية في الأهمية، هو عالم الرقمنة. اليوم أصبح المواطن مواطن عالمي، يعني عنده هوية رقمية كما قال الأستاذ يزيد اللي هو راه اليوم ضيفنا عبر خدمة سكايب. يزيد أقدال خبير في التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، ويعني يقدم استشارات وعضو في الجمعية تاع الناشطين في مجال الرقمنة. إذن أستاذ يزيد، تحديات السنة المقبلة 2022. وفي حقيقة تحديات السنة المقبلة هي التحديات الباقية في سنة 2021. نستطيع أن نتكلم عن عدة ورشات في مجال مثلا الإنترنت. هناك خطوات إيجابية اتخذت في سنة 2021، وهي زيادة التدفق من 2 ميجا إلى 10 ميجا بدون أثر على الأسعار، وهو إجراء إيجابي وشجاع. يجب أن تستمر هذه الديناميكية لتحسين نوعية الإنترنت، لأنه هناك العديد من المناطق فيها التدفق 10 ميجا، ولكن النوعية التي تصل نظرا لنوعية الشبكة والألياف والخطوط المستعملة يجب تجديد. هناك أيضا مجال آخر ما عنده علاقة بالمجال الاتصالات، هو التصديق الإلكتروني الذي تمت تهيئة المنصات التقنية، ولكن الاستخدام حاليا استخدام محدود جدا، يجب تفعيل هذا الاستخدام خصوصا لربط الإدارات فيما بينها. يعني لما تكون وثيقة ممضية إلكترونيا من قبل الهيئة الحكومية الأخرى تكون لديها القدرة على التأكد من صدقية الوثيقة، وهذا نفس التصديق الإلكتروني هو ما يمكن يعني جميع المنصات الحكومية من الوصول إلى الهوية الرقمية للمواطن الجزائري عبر الرقم التعريفي الوطني المربوط ببطاقة التعريف البيومترية. يعني حتى هذا المجال بطاقة التعريف البيومترية يجب أن يفعل، لأنه ما عندهاش معنى نبقى بطاقة بيومترية فقط قامت ب تعريف المواطن دون استعمال المعلومات الموجودة داخل البطاقة. نحن نعلم أن البطاقة تحوي معلومات إلكترونية. نعم. نستطيع استعمالها في الإدارات ومختلف المصالح. هناك استمرار أيضا للدفع الإلكتروني، وضع ديناميكية واستراتيجية واضحة لتسريع الدفع الإلكتروني واستعمال هذا الدفع من قبل التجار، من قبل الإدارات، و
كسب المواطن في هذا الرهان، وهو امر مهم لانه الفوائد الاقتصاديه وحتى من ناحيه راحه المواطن كبيره في هذا المجال. يرتبط به ايضا مجال التجاره الالكترونيه التي تنتظر التفعيل الحقيقي، لانه ما يجري حاليا عبر المنصات هو مجرد بيع عن بعد، ماهيش تجاره الكترونيه، لان اغلب الناس لا يدفع ثمن مشتريات الكترونيه. قانون التجاره الالكترونيه الذي يحمي المستهلك غير مفعل، لانه اغلب من يتاجر عبر المنصات الالكترونيه وعبر الماركت بليس فيسبوك او ادكنيس او كل المنصات، المستهلك غير محمي لانه لا يوجد قانون مطبق واضح، مع انه القانون يوجد ولكن غير مفعل ولا توجد ميكانيزمات للتحقق منه. اذا في هذا المجال وجب التركيز على الدفع الالكتروني لاستقطاب المواطن، وبالتالي الاتجاه نحو التجاره الالكترونيه التي ستكون عندها منافع اكبر. من ناحيه الاداره، الحكومه الالكترونيه يجب فتح اكثر للمنصات، لتقريبا كل الادارات يجب ان يكون هناك تسهيل للاجراءات، وتسهيل الاجراءات يبدا من منصه حيث مثلا نستطيع تقديم طلب الى غايه متابعه حاله الطلب، يعني وين وصل الطلب نتاعي مثلا في اداره معينه، وحتى الشكوى في حاله نعم، واخبار المواطن عند قضاء مصالحه او عند انتهاء معالجه ملفاته. اذا يعني لما نشوف الورشات، ورشات كثيره مفتوحه، هناك ايضا ورشات مرتبطه مثلا بالتعليم، التعليم عن بعد، يعني كل ما تم وضعه في وزاره التعليم العالي يجب تقييمه و تحسينه من ناحيه رقمنه كل المؤسسات. مثلا قطاع الصحه، ازمه كورونا اثبتت ان هناك ازمه كبيره من ناحيه رقمنه قطاع الصحه. نعم. ومثلا عندما نتكلم عن التلقيح ضد الكورونا، الان حتى للحصول على بطاقه التلقيح وشهاده التلقيح ما زلنا في اجراءات بيروقراطيه، عن الاصل انه الامر كان يستدعي منصه ويستطيع المواطن يعني طبع الوثيقه عن بعد. يعني هناك العديد من القطاعات الحكوميه التي تستوجب تسريع الرقمنه، وهنا مهم ان انبه ان على وزاره الرقمنه التي لا نرى كبير دور لها في الواقع، ان اما تتحمل مسؤوليتها بصفه كامله او تتوضح الرؤيه عن دورها في رقمنه المؤسسات وعلاقتها بالقطاعات الحكوميه. نعم أستاذ يزيد، أنت تكلمت عن المنافع الاقتصادية، هل يمكن تبسيطها؟ يعني ماذا نربح؟ ما هي يعني الأموال التي نربحها في، خليني نعطيك مثال وقيس على ذلك. خذ مثلا أنه لما يكون تسجيل إلكتروني في الجامعة، أنت تحسب غير هذوك الوثائق التي لا يوديعها الطالب، أري أموال ضخمة جدا. ما هي الفوائد في هذا المجال؟ يعني أكيد شوف، هو حتى من جانب الاقتصادي لما نقضي على الورق، هناك فائدة اقتصادية كبيرة من ناحية الطباعة وحتى من ناحية عدد العمال الواجب وضعهم لخدمة من يأتي إلى مثلا مقر الجامعة أو مقر المؤسسات لخدمته، يعني بحضور. يعني كل عمل عن بعد راح يقضي أولا على الورق، راح يبسط الاجراءات، راح يخلي الناس لا تتنقل، يعني حتى من ناحيه كلفه التنقل خصوصا من المناطق الداخليه الى مقر الولايه او الى العاصمه. هناك ايضا منافع من ناحيه عدد العمال او المصالح التي يجب ان تشتغل في لمعالجه الملفات، كل ما كانت المعالجه آليه كل ما كان الجهد والوقت اقل. إذا رحنا للتجارة الإلكترونية مثلا، الآن لما يكون الإنسان عنده متجر، يعني متجر عادي، عدد المستهلكين الذين يستطيع استهدافهم في اليوم مثلا عشرات. لما تكون عندك منصة إلكترونية، يعني متجر إلكتروني، عدد الزبناء الذين تستطيع استهدافهم هم كل الزبناء الذين يستطيعون الاتصال بالإنترنت من الجزائر. وكل ما كنا يعني كان العمل في إشعار المتجر، كل ما كان عدد الزبناء أكثر، كل ما كانت عدد المشتريات أكثر، وبالتالي رقم الأعمال يزيد. هذا المتجر يتعامل ممكن مع محلات الصناعة التقليدية أو مصانع، راح الإنتاج تاعها ممكن يزيد، وبالتالي وراح نخلق مناصب شغل، لأنه حتى التوصيل، خدمة التوصيل راح كانت تكون شركة توصيل
راح تنشأ وراح تستطيع العمل لتوصيل البضاعة لمنازل المستهلكين، وبالتالي تخلق ديناميكية كبيرة للتجارة، وتكون حتى نعطي فرصة مثلا أنه تجار أو منتجين في مناطق معزولة يستهدفون مستهلكين في المدن الكبرى، الأمر الذي حاليا غير ممكن في التجارة التقليدية. طيب أستاذ يزيد، لما نتكلم على الرقمنة مثلا، رقمنة القطاعات، أنت قبل قليل تكلمت على رقمنة قطاع الصحة، ولكن يعني هل الأفضل أن يرقمن كل قطاع على حدام أن تكون رقمنة القطاعات يعني تمشي بالتوازي يعني وتكون في وقت واحد؟ معناه لما ناخذ مثلا لو رقمنا وزارة الداخلية وحدها ووزارة الصحة وحدها وزارة التجارة وحدها، هل هذا مفيد في حد ذاته أم أنه يكون تكون الرقمنة لكل القطاعات في وقت واحد؟ والآن السؤال هذا اللي طرحته سؤال مهم جدا، وهو يسائل الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، استراتيجية الحكومة للرقمنة، يسائل هل للجزائر استراتيجية واضحة لرقمنة كل القطاعات، الوزارات، الخدمات إلى آخره. أظن أنه المشكلة هنا، لأنه على الأقل ما هو واضح أنه لا توجد استراتيجية واضحة، لأن كل قطاع عنده مشاريع للرقمنة، مع أن هذا يتنافى مع الاتجاه الحالي لعقلنة المصاريف، لعقلنة الميزانيات، لأنه مثلا نحكم مراكز البيانات التي ستحوي البيانات الخاصة بكل وزارة أو بكل قطاع. لو كانت الرؤية مركزية والمشاريع مركزية، راح ممكن نضع داتا سنتر، يعني مركز بيانات حكومي واحد، ومشاريع تكون تتقاسم حتى الأعباء، وبالتالي راح كل ما كانت الرؤية مركزية وقطاعات تتعامل فيما بينها في إطار مشاريع الرقمنة، كل ما كانت تقصد يعني المصاريف أقل والكلفة يعني أقل كذلك. يزيد أكيد يعني لا. تفضل. قلت أنه كل ما كانت المشاريع مسيرة بصفة مركزية بخطة واضحة، وخصوصا لما نعلم أن الوزارات والقطاعات تتبادل المعلومات فيما بينها، يعني في لحظة يجب أن لا نتعامل كجزر منعزلة. وأظن أنه هذا الأصل، أنه دور وزارة الرقمنة، لا أدري إذا كانت هناك خطة أو خطة عمل تحضر في هذا الاتجاه، ولكن الأمور واضحة، ومما ركزنا عليه أيضا في تجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، هو استعدادنا حتى للمساعدة في هذا الاتجاه للوصول لرؤية واستراتيجية واضحة للتحول الرقمي للجزائر، لأنه الأمر ليس بالبسيط، ويستلزم استثمارات كبيرة بملايير الدولارات، يستلزم استثمار في العامل البشري، في تسيير المشاريع، وهنا أظن أنه لا بد من وضع هذا الأمر كقطاع حساس يستلزم العناية الكبيرة من الحكومة، كقطاع استراتيجي له علاقة بكل القطاعات الأخرى والتي تسمح بالوصول إلى الأهداف المسطرة من ناحية النمو الاقتصادي وحتى في تسهيل حياة المواطن. أستاذ يزيد، ربما لم يبقى كثير من الوقت الآن، بالنسبة لي عالم الرقمنة، أنا قبل قليل قلت أنه التكنولوجيا متقادمة، هل اليوم عامل الوقت مهم جدا في هكذا مشاريع؟ أكيد كل ما تأخرنا في المشاريع، وكل ما تأخرت المشاريع، التكنولوجيا المستعملة ستكون تكنولوجيا يعني متقادمة، وممكن راح تأثر، خصوصا لما نتكلم عن مشاريع كبيرة حيث نرتبط بموردي برامج وموردي أجهزة معينة، ممكن بعد نهاية المشروع لما يتأخر تكون البرامج المستعملة وحتى الأجهزة المستعملة قد انتهت صلاحتها وأصبحت غير مناسبة للوضع، وبالتالي عامل الوقت عامل مهم جدا، وحتى في اختيار البرمجيات أو العتاد يجب دراسة الأمر بعمق والاستعانة بالخبراء حتى نتجنب استثمارات
في الاخير راح ممكن نكتشف مع الوقت انه الاختيار كان خطا. اذا عامل الوقت عامل مهم جدا، وحتى عامل الكفاءه في تسيير المشاريع امر مهم جدا، خصوصا لما نتكلم عن القطاع الحكومي حيث يصعب ان نحتفظ بكفاءات كبيره او كفاءات مهمه في المجال، وبالتالي وجب التفكير في طرق كيف نستطيع استقطاب او الاستعانه بكفاءات خارج القطاع الحكومي وممكن حتى خارج الوطن لمسايره او مواكبه مشاريع الحكومه في مجال الرقمنه. أستاذ يزيد، تقول بأن الكفاءات هذه أصبحت طيور نادرة يعني، وممكن تهجر، ممكن تغير أماكن، ربما حتى تفضل العمل في القطاع الخاص على القطاع العام. هل السؤال الذي يطرح، هل نملك اليوم كفاءات بإمكانها أن تحدث ثورة معلوماتية ورقمية في الجزائر؟ هو الأكيد أن الكفاءات الجزائرية موجودة خصوصا في القطاع الخاص. نعرف جميعنا ظروف العمل والأجور في القطاع العام، يعني من الصعب الاحتفاظ بكفاءات عالية جدا في القطاع العمومي. هذا لا يمنع أن توجد شركات في القطاع الخاص تملك كفاءات عالية ومعترف بها حتى دوليا، وهذا اصلا لا يمنع الاستعانه بشركات اجنبيه وجزائري موجودين في الخارج، طالما هي مشاريع كما نفعل في بقيه القطاعات. اذا استلزم الامر الاستعانه بشركات اجنبيه او شركات جزائريين في الخارج او خبراء جزائريين، الامر لا يجب ان تكون لنا عقده في هذا المجال، طالما الهدف هو تحقيق. لا يجب ان تكون اما ان نحقق كل شيء بكفاءات وطنيه او لا شيء. نستطيع الاستنباط واستلهام يعني ما جرى في بلدان اخرى، يعني ما جرى في بلدان الخليج، يعني لا يجب ان يكون كل شيء يعني ينجز بكفاءه جزائريه. اذا كانت في مجال معين يجب الاستعانه بكفاءات اجنبيه، لا يجب ان تكون لنا عقده، ويجب فعلها هو المرور للسرعه القصوى، لا يجب ان نتوقف عندها. أستاذ يزيد، دعني نفلسف معك شوية الموضوع إذا كنت كرمت. اليوم الرقمنة، هل بإمكاني أنا كمواطن أن لا أترقمن، أرفض الرقمنة؟ هل هي أصبحت اليوم الرقمنة هذه سنة كونية يعني لا مناص منها، ولا يمكن لأي دولة أو شعب أن يتفاداها؟ أظن أنه الأمر حتمية، بمعنى أنه كل القطاعات خصوصا لما نتكلم عن المنافسة، لما نتعامل مع بلدان أجنبية، مع شركات أجنبية، الأمر حتمي. بخصوص المواطن، الأمر يكون ببساطة، لما لا تقبل أن تترقمن يجب أن تدفع الثمن. الثمن هو أن تكون في دير لاشين، أن يعني تكون في طوابير، أنه أمورك تتأخر، أنك تبقى متخلف بالنظر لكل من هو متجه للحلول الرقمية. الحلول الرقمية هي اختصار للوقت، هي اختصار للإجراءات، هي سهولة، هي حياة أفضل، هي سرعة، وبالتالي كل ما لا يقبل أن يترقمن هو حر في الأخير، ولكن ستكون هناك ضريبة لا محالة في لذلك. أشكرك أستاذ يزيد أقدال. أنا ربما أخالفك، لا تستطيع اليوم أن لا تترقمن، يعني ما تقدرش أنت تعيش بدون بطاقة هوية، بدون رخص سياقة، إلا إذا يعني درت كما راهم يديروا الآن في بعض البلدان الخارجية، هكذا يعيش في عزلة عن العالم. إذا أشكرك أستاذ يزيد أقدال. هذا هو الثمن. نعم. أشكرك مجددا أستاذ يزيد أقدان، أنت خبير في التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، واحد من الطاقات الجزائرية، وعضو فعال في الجمعية التي تشتغل في مجال الرقمنة. إذن مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة، ألقاكم غدا إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.